الطبيب يبكي الملايين على وفاة حسن علون. يحكي ويبكي الملايين. بكى الطبيب عليه بقوة في وقت كان يشرف عليه. الطبيب كان إنسان طيب، كان محبوبا من جميع المرضى. بكوا عليه بعد وفاته، كان يضحكهم بقوة، كان محبوبا في فترة العلاج التي قضاها وقت قصير. كنت أشرف عليه كالملايين على الفنان اليمني حسن علون. كان يحكي قصة مشواره الفني من الصغر حتى الكبر. شكل حزنا كبيرا على قلوب أهل اليمن واليمنيون. بكوا عليه جميع المرضى الذي قضى معهم فترة العلاج. الفنان اليمني حسن عائلون شيخ تفاح متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منعت الإدارة العامة إلى المسرح الوطني وفاة عائلون، وذلك بعد معاناة مع المرض خلال الأيام الماضية في المستشفى جلبة بمحافظة أر. حزن عليه الجميع من يعرف هذا الإنسان الطيب. الفنان اليمني حسن عالون صاحب البصمة الطيبة في الفن اليمني. وفاته تبكي الملايين من عشاق وفاة عالون بعد معاناة مع المرض خلال الأيام الماضية في مستشفى جلبة. الفقيد تفاح كان يعاني من مرض القلب، وتسببت إصابته بفيروس كورونا في تدهور حالته الصحية. شكلت حالة من الحزن الشديد على جميع المرضى واليمنيون. كان يتمتع بشخصية قوية وطيبة. هو الفنان اليمني حسن عالون الملقب بالشيخ التفاح. نطلب من الجميع قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة. بقاء لله.